جاهزين احط لك كاسه واحده مع الاندومي ولا اثنين؟ ماما انا بحب كثير الشوربه تبعت الاندومي، كتري لي مي. يعني احط لك كاسه واحده؟ ماما اكثر شوي اكثر شوي. يعني كاستين؟ ماما اعمل لك اكثر اكثر. يعني احط لك كمان؟ كثير يا ماما كثير، مهم كتري مي. طيب يخلصنا المي هالولد. اكثر اكثر ماما. اكثر من هيك؟ طيب استناني. تفضل. وانا اللي بدك اياه. ماما انا هيك بتمنى. نعدي شغل بعد نادي لي. حاضر ماما حاضر ماما. طيب لحظة وي لك عنده بهلا. كفي هاي النية ماي. لا 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 يا ماما. بدك تحطي على الانية كلها؟ هاي الكاسة بكفي. لا 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 لا. شو هاي؟ هاي كبيرة. طيب هاي كاسة صغيرة بكفي. لا 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 لا. هاي كتير. اوه. هاي بتكفي. لا 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 حرام المصرف مي. هاي ملعة صغيرة بكفي. طيب. يا زين انت شو بتحب تفطر اليوم؟ ماما سوي لي اندومي اليوم على الفطور. طيب طيب. يا زين انت شو بتحب تتغدى اليوم؟ يا ماما عمي اندومي اندومي. حاضر حاضر. ماما زين انت شو بتحب تتعشى اليوم؟ ماما كم مرة قلت لك بدي اندومي اندومي. حاضر حاضر. اندومي ذا كاتشب. كمان بدك كمان بدك. بدك كمان. هلا كتير طيب. يلا غزال. واحد اثنين ثلاثة. يلا بابا غزولك. انا عندي شغل لبعت نادي لي. يلا ما بدي اقول عصبية. لا تعصبي هيك. انا عندي شغل لبعت نادي لي. يلا